ما حاول التواصل ديالك هنايا معنا في هذا الموسم ديال الفريضة انك لا سي عبد المعروف كلمة والحمد لله هذا شرف لي انني نحضر في شي تظاهره بحال هذه ينوب عنه واللي في المنطقه ديالنا منطقه حي مولاي رشيد وتحيه لهاد الناس اللي سهروا على هذا الشيء حيت هذا الشيء ماشي ساهل تبارك الله لا من ناحيه الامن لا من ناحيه السيكيريتي لا من ناحيه التنظيم لا من ناحيه اللجنه الثقافيه وتحيه لاي واحد سهر على هذا الشيء وتحيه للرئيس ديال الجامعه حتى هو اللي دار شي حاجه بحال ما هكا حيت هادشي كتشاقدو في اوروبا ديال التراث المغربي والحمد لله ملي كتجي هنا لبلادك كتلقاه شكرا لهم كاملين. الى انا غادي نقول لك واحد الفكره بان هذا المهرجان جاوب الوفد ديال امريكا كندا كاينين معنا الناس ديال فلسطين معنا الناس ديال الجزائر تونس الجاليه المغربيه كلمه لهاد الناس هادو اللي حاضرين لهذا المهرجان. سلام سي عبد الغني بوكيل مرحبا بكل شيء وانتم كما كتعرفوا المغرب راه بلد مضيف كيضيف اي دوله جات عنده وتحيه لهم تما كاملين وغاتورات تاعنا اصلا ديجا واصل ليه حنا في اوروبا كنتلاقاو مع يعني بزاف ديال الاجناس وكيجبدوا معنا هذا الشيء ديال خصوصا الناس اللي كيخدموا تبارك الله سمعتي الطلقات قلت لك كيكونوا الجاليه المغربيه وتحيه للجاليه المغربيه حتى هي كامله ومجموعين تما مشرفين بينا وكما قلت لك كيكونوا تظاهرات ديال الخاين اللي كنحضروا فيهم في اوروبا وكيجبدوا لنا هاد التظاهرات ديال التبوريضه وهذا الشيء علاش كيجيو هما يشوفوا بعينيهم ناعمه وكنتمنى ان شاء الله هاد الشيء يوصلهم كما هو ان شاء الله. الا سولناك على العمل الجديد ديالك شنو العمل الجديد؟ راه كتشكر لي انا مريم كاين شي عمل جديد؟ بالنسبه لهذا الشيء ديال الخيل ما كرهناش احنا ان شاء الله نركبوا مع شي صربه هي باغي تدخل في الصربه ما كرهناش ان شاء الله واخا كنخاف من البارود يا خصنا نهضروا مع المجر هضروا مع المجر يا صراحه قبل تحيه لعيني عاقل الشعور ديالك مع هاد الحلقات هذا الشيء عطينا الاذاعه باش تسلم المرئيه ديالها والصراحه لحمك كيبوغش هذا الشيء ديال التراث وملي كتسمع شي طلقه اللي هي زوينه لحمك كيبوغش واحد النية تاهي رسمية الفرم ديالها تجيب السيارة ونوصي عليها الشياب الفرم كما قلت لك ضروري كتوحش هاد الاجواء المغربيه وكتوحش هادشي ديال التراث تاعنا اللي كتفتقدو تم لا من ماكله لا من هادشي ديال المواسم لا من العيشه ديالنا وهادشي اللي كيخليك ترجع هنا وتحيه لهاد الناس اللي كيخليونا يعني في 2024 باقي كنشوفوا هاد الاجواء هذه. بغينا تحيه لجنود الخفاء اللي متبعين هاد الموسم هذا. تحيه لهم كاملين كما قلت لك تحيه. تبارك الله تبارك الله الله اسكتوا ندوي ان شاء الله كما قلت لك تحيه لجنود الخفاء كاملين للامن للشركه ديال السيكيريتي للقوات المساعده للبومبيه جنود الخفاء كاملين الملوك ضروري وتحيه لعيني وتحيه للاعلام كامل تبارك الله حاضر في شي شي كتلقاه خويا ولد لقيت هو المجر والمجر جنود الخفاء ديالي هذوك الناس ديالي تحيه لكم انتم كاملين كي درتي مع ديك القاوريه كي درتي مع ديك القاوريه مشات للحبس تحيه لكم اخر كلمه كتواجد بحي مولاي رشيد تحيه للناس حي مولاي رشيد لهذا القنت اللي شرعنا فيه الحمد لله عشنا فيه جميع التجارب وهذه مفخره لينا انهم يعيطوا لينا في هذا الحفل واننا نكونوا حاضرين وسط منكم وسط الجمهور وتحيه لكم وشكرا. احنا بدورنا كاعلاميين كنقول لك مرحبا بك الله يحفظك الله يحفظك شكرا بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.